حبيبي الحلوين، وحشوني كتير. ازيك وعاملين ايه؟ كله بخير وبافضل حال. بسم الله ونصلي على الرسول، وننزل نحط اللايك، واللي مش مشترك يشرفني كده واشترك. جايين نتغدى بقى مع بعض النهارده، بسلة بالجزر وهور اللحمه كده ورز ابيض. ودي بقى ايه يا حبيبي؟ بقى الشوربه، بقى الشوربه، الشوربه بالشعريه بقى. كنت عايزه اعملها بلسان عصفور بس لقيته خلصان، وفيها بقى ايه لحمه كده، ايه يعني لحمه مسلوقه. تعالوا بقى اتغدوا معايا. تعالوا بقى اتغدوا معايا. ما انا هبدأ بس كده بمعلقتين شوربه، عشان ايه؟ لان فتحه بردت وانا ما احبش الاكل اللي سخن. صيف شتا احب سخن. تعالوا بقى اتغدوا معايا. شوربه بشعريه جميله قوي. فلفله وحلوه جدا. انتوا عاملين ايه بقى؟ اخباركم ايه؟ انا احب احط الخضار على الرز. لحمة دايبة دوب. جميلة قوي. مثلا بالجزر بقى واللحمة وكده، ده الأكل بجد اللي يجوع. ايه المكرونات بقى والحاجات دي بحب أنا الطبيخ عنها يعني. شوية بسلة بسلة على الجمال. مين بيحب اللحمة بقى الحمرا زي؟ محبهاش ملبسة يعني، فيها سمين وكده. لا البسلة خضرا وجميلة ازاي؟ شوفوا الجمال، تحفة. بردت شوية بس مش مشكلة بقى، عم اجهز الكاميرا ونصور ونحاول. لازم نسكت. يا سلام يا سلام. يلا بقى امي كده اللي مالوش نفس ياكل يفتح على عالم حنان بقى. انا مش عارفه والله اللقاء مش مظبوطه ليه. يفتح على عالم حنان بقى ويعمل له شويه بسله حلوين زي دول، حتتين هوبر كده. هتقولوا اللحمه غاليه؟ والله الاكل كله غالي. شوية شوربة بقى بستنى عصفور بس. ايه انا بحب شوربة اللحمة كده، بستنى عصفور، شعرية،
بشربها عادي كده من غير حاجه، بس ما بحسش يعني ايه ان ظبطت الدماغ. شيل دي. مين بيحب بقى يحط الخضار على الرز كده؟ الرز دي بسلة لحمة. حد بيجيب في سيرتي؟ ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ طبعا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوا فيديوهات من دكتور لسه بخطط. هو اتخطط، ما عادش برضه يطلع معايا ولا يعمل تحدي معايا ولا اي حاجة. بخطط. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وما تزعلونيش. ميرسي يا ميرو. تعالوا تعالوا تعالوا، وحتة اللحمة حمرا بس دايبة دوب 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 كده، وجمال روح على بقك كده اهو. اللحمة عاملة شبه الغرايب لذيذة. ماشي كده، خناقات على المشي كده وبنجيب. يا سيدي يا سيدي، على الشرب الشعرية فلفلة. النهاردة بقى هو الفيديو هينزل لكم ان شاء الله يوم السبت، بس احنا النهارده يعني انا بتغدى معاكم النهارده الجمعه. ماما بقى اللي طبخه، هي عشان بتبقى الجمعه طبعا اجازه فهي اللي بتطبخ. عامل البسيل على التكه، مش مستحملة ان نقطمها. الشوربة بردت وانا اهم حاجة عندي شوية الشوربة دول. هي الفيديوهات هتجوعكوا صح؟ اللي قاعدين قدامي إيه لسه متغديين من نص ساعة بس جعوا. ببقى عايزة اعمل لكم فلوجات وكده، بس انا من الناس اللي ما بتخرجش كتير، وبحب الخروج يعني ايه، بحبه وانا لوحدي كده معايا مثلا حد يعني. الاطفال ما بحبش والله الخروج معاهم، عشان كده بضطر اقعد. فان شاء الله كده هبقى اعمل لكم فلوجات حلوه. وشم النسيم جاي بقى، واستنوا مني مفاجآت. اللقمة بقى يبقى فيها كده الرز والبسيلة وحتة اللحمة من كله.
كده بقى حلو نكون ايه خلصنا الفيديو مع بعض. انا ما بحبش اطول عليكم عشان يكون فيديو خفيف. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك حبايب حنونه، وباي باي.